مهم قالك ما يطلع في الكلوب. بيان سيور اي بيان سيور، تمنيت. علاش ليه؟ انا اول ماتش ليا مع صفاقس، ماتش كبيره، شامبيونال، لعب كنت الكلوب وقت عملنا 1-1 في ذات. عملت اخر ماتش في حياتي، عملت ما اخر نجمت ماتش في لوتو حياتي، خدت جلاء، لان جلاء جمهور نادي الفريق. كيفاش؟ من اول مره نلعب، فهمت؟ وقت هما يلعبوا ويحبوا يهزوا الشامبيونال، نحن نلعبوا نحبوا نهزوا الشامبيونال مع صفاقس. وانا اول ماتش ليا مع صفاقس كنت جامعه كبيره كما قلت لك الكلوب. ونتذكر الخنيسي وقت جاني في الشافمون قال لي اسمعني ما تخافش، جمهور الكلوب عادي راه ويعيطوا كيكا وكذا ونورمال، وعملوا تتعمل ماتش بي وكذا كذا. قلت له ليه تنكيت انا جاوي بك دارجين لعب، وبدا جمهور الكلوب يغني الناس كل مع بعض. والحق نتاع ربي وقتها زلت انا صغير، عمري 21 سنه، ما فهمت شيء، ما لعبتش على الامكانيات اللي عندي، خاطر ستريس والعياط تاع الجمهور وكيفاش يغنيو الناس كل مع بعضهم، وكيف 35,000 ولا كذا، تخوف. انا عيت الجمهور الكلوب تخوف. انا ديما ساعات نحكي مع جوات الكلوب نقول لهم معاكم ربي العالي، ساعات تبدو خاسرين ولا عاملين اكس، معاكم ربي راهي عيطه يا اسلام، يعني بها كان كل ربي شيء راهو مكتعب. فلا دي اسمها الموب، يبدو مع بعضهم.